مرحبا أصدقائي، موضوع اليوم هو شلون شغل هاي الساعة الجدارية على بطاريات الليثيوم اللي هي 4.2 من الفولت. الفولت مالها يكون من 4.2 إلى 2.5 فولت. وطبعا فوائد هاي البطارية للساعة الجدارية هواي، يعني هواي أكو أصدقائنا كلموني بالتعليقات وقالوا أريد نشغل هاي الساعة على البطارية الليثيوم، لأن أكو إحنا عندنا بعض البطاريات اللي يكون الامبير مالها منخفض الامبير، او الجهد مالها ما مرتفع، او بساعه تخلص البطاريه. فاحنا نريد نستفاد من الفائده القصوى، ليش نشمر البطاريه هاي؟ نريد نشغل بها الساعات، او اريد يعني ما انزل الساعه كل شهرين او ثلاثه وتنفذ البطاريه مالتها، اريدها تبقى سنه واكثر. فدائما احنا نقول بطاريه الليثيوم هي افضل انواع البطاريات، هي الليثيوم اللي صنعت لحد الان، احسن من نيكل كادميوم، احسن من الكربون، احسن من الجل، احسن من هواي. البطاريه هاي الليثيوم احنا اذا نريد نشغلها هنا لك طريقتين، يا اما تخليها بهاي الحافظه، هذا الكفر اللي هو الهولدر مالها نخليه ونثبته هنا لها، او نثبتها واحد ونربط عليها الاسلاك ونضيف لها بي ام اس. هذا البي ام اس تنشحن منه، هذا اللي تشوفونه اللي هو تركب عليه شاحنه ودائما يبقى على الكهرباء يشحن، بس احنا ما نحتاج نشحنه دائما على شاحنه ومحوله. واكو طبعا هم مكان هذا الليثيوم نقدر نخلي بطاريه التليفون هاي، ناخذ اسلاكه ونخليها. الفرق بين الفولتيه الجهد اللي يغذي هاي الساعه والجهد الموجود عندنا هنا. هاي البطاريه الساعه الجهد مالها هو من 2 إلى 1.5 إلى 1، يعني تشتغل على 1 فولت وتشتغل على 2، المسافة من 2 إلى 1 كلها تشتغل عليها، وعادي مرات تشتغل على 1.5 لكن تحتاج أمبير، هو أمبير ثابت حتى يفر المياله. الجهد اللي موجود بهاي البطارية الليثيوم هو 4.2 من الفولت، والدروب مالها الانخفاض أقوى، أدنى انخفاض لها هو 2.5 وتطفى. فاحنا اذا نشغلها مباشرة على الساعة راح تظل الساعة تصرف بها، تصرف الى انه توصلها الواحد فولت، بعدين البطارية راح تتلف وماكو فايدة. فهو افضل شيء هو ان نربطها على بي ام اس، والبي ام اس هو يغذيها، ومن يصير عندنا انخفاض بال2.5 راح تطفى الساعة، ما راح تستمر وما راح تحط لنا البطارية. هذا هو افضل شيء. فشلون احنا راح نخفض الجهد اللي موجود هنا؟ تابعوا وياي هسه بطريقة الشرح، راح اراويكم الطريقة اللي تنطينا افضل جهد للساعة الجدارية 1.5 ويكون نبضي. هنا مكان البطارية اللي يصير، احنا بمكان ما نخلي هاي البطارية هنا اللي نسويه هو ناخذ الطبق مال اي بطارية عادية كربون منه، وناخذ هذا الشمع، نثقب الشمع وندخل سلك به بهاي الطريقه هنا، ونسوي له بطاريه بهذا الشكل، بس هو مجرد قالب حتى نربط الاسلاك هنا. واذا تحب تلحم الاسلاك مباشره على الميكانيكي مثل هاي الحاله هنا موجوده عندنا بهاي الطريقه، الحمها مباشره. انا خليتها بهاي الطريقه هنا حتى اوضحها بالشرح لكم بهذا الشكل. هسه ربطت الاسلاك على الميكانيكي، عندي موجب وسالب. راح يكون العنصر الرئيسي بخفض الدائره من 4.2 فولت الى 1.5 هو ال 13003، هذا الترانزستور. هذا الترانزستور موجود بداخل المصابيح الاقتصاديه النيون، 13003 موجود بهاي المصابيح، هاي البورد الطبله مالت المصباح يكون هنا، هذا المكان ماله بهذا هنا. هسه هذا عليه هيت سينك، هنا يجينا اكثر شيء ماكو عليه هيت سينك، وهذا هنا يكون هذا المكان ماله. هاي البوردات هي مالات المصابيح النيون، متوفر بيه بكثره طبعا. هو العنصر الثاني بدائره الخفض هو المكثف ال 16 فولت على مايكروفراد، هذا الشكل ماله والحجم ماله. والعنصر الاخير بدائره الخفض هو ليد 2 فولت او 2.5 فولت، يكون بهذا الشكل. الحجم مال ذاتي تعرفه، راح الزمه بيده حتى يبين الحجم باليد، يكون الحجم الصغير.
واذا الحجم الكبير اللي كبير هم عادي، النوع الكبير هذا الاصفر. احنا نستخدم الصغير اكثر اقتصادية، والومضة مالته راح تكون قليلة. وثاني شيء راح اضيف هذا الهولدر، راح الحمه هنا بالشمع بصف الماكينة على العمق مال الماكينة هنا، وانت الخيار لك اما تطبق 2 بطاريات مالات تليفون وهذا البي ام اس مالهم تخليه هنا، او تخلي بطارية واحدة مال التليفون ايضا هنا تخليها بهذا الشكل. ايضا هم الفترة مالته جدا طويلة، اكثر من 5 اشهر 6 اشهر، لكن انا اخليها لنهاية سنة، راح اطوله اكثر من سنة، وهواي متوفرة من عدو اقدر اغيرها باي وقت. مسدس غراء، هذا مسدس مال الشمع بهذا الشكل، ضيفه هنا على الكفر على الهولدر ولزقه بهذا الشكل هنا. سالب البطارية هذا ما راح يمر بأي شيء، راح يروح مباشرة للساعة، ما يمر بأي عملية للخفض، مباشرة يروح. لكن إذا أكو بي إم إس تحب تضيف بي إم إس، راح تخلي البي إم إس مرتبط هنا على مود الشحن والتفريغ يصير، وتربط هنا على مود شحنه بأي شاحنة. لكن أنا أفضل أن البطارية أطلعها خارج وأشحنها بأي شاحنة خارجية وأرجعها، لأن هي سنة سنة هواي كل شوية. بطارية هاي 4 فولت الجهد مالها، وهاي 1.5 وهي تستمر 4 أشهر أو 5، فكيف إذا الأمبير 2.5 والجهد 4 و2 بالعشرة، فأكيد راح يبقى سنة أو أكثر من سنة. فبهذه الطريقة نربط السالب ونثبته على أي مكان إحنا نريده، نخليه بهذا المكان هنا ونثبته بهذا الشكل هنا، ونخلي عليه شمع. هاي الأسلاك. طريقة ربط الليد، الموجب مال الليد راح يروح على السورز مال الترانسستور المذبذب، والسالب راح يروح على الجيت على البوابة مالت المذبذب. موجب الليد على يمين الترانسستور على على السورس، والسالب مال الليد على الجيت مال الترانسستور المذبذب بهذا الشكل. موجب البطارية راح نحملنا على السورس مال الترانسستور بهذا المكان. واللي بالنص على الترانسستور هذا يكون هو المصب، المصب هذا هو اللي يروح للساعة، ألحم عليه السلك اللي يروح للساعة البطارية مالت الساعة. هسه نثبت الترانسستور على البودي مال الساعة بهذا الشكل هنا حتى ما يتحرك. ثبت اللي بقعدنا هذا المكثف، هذا ما قلته ما ليش، هذا بخليناه بالأخير لأن هذا هو اللي راح ينقي لنا التيار اللي يدخل هنا للساعة. طبعا الموسفت هذا اللي عندنا هو 13003، هذا من المذبذبات، هذا الترانسستور هو مذبذب، وهذا اللي يستخدم بالعكسات. اذا اردنا ننقي التيار ماله من اي عكسه راح نضيف له مكثف، اذا تذكرون بعض الشروحات اللي قدمتها لكم اقول لكم ضيفوا حتى للزنون، ضيفوا مكثف حتى ما يسبب مشكله بالتيار وينقيه يسوي ساينوف. فهذا المكثف راح نخليه احنا بين الموجب والسالب اللي على البطارية الدخلات للساعة حتى ينقي لنا التيار، ما يصير بي أي خربطة وتلك أو عادة أو ترخيص بالتيار، وراح يروح ويقدم لنا أفضل نتيجة للجهد اللي تنطيني إياه الليثيوم بعد الترانسستور. سالب المكثف راح يروح على السالب اللي داخل للساعة اللي هو المباشر بهذا الشكل، وموجب المكثف يربط على الموجب الداخل للساعة. هسه راح نربط البطارية الليثيوم بمكانها ونشوف طريقة العمل.
اذا تشوفون الليد يومض. طبعا هذا ضخ الجهد هنا اللي يروح للماكينه على قدر حركه الميل، يعني مو مستمر. اذا اريده مستمر اخلي هنا هاي المقاومه بمكانه، راح يبقى مستمر داعم من الجهد للماكينه وراح تضعف البطاريه. طبعا هذا هو افضل حلول واحسن حتى من نظام البطاريات العاديه اللي تركب مباشره. هذه ينطيها على قدر السحب، ينطي للترانسستور. هاي الطريقه هي حصريه وهاي هديه مني لكم، وهي ابسط الطرق واحسنها، وهذا الحل اني طبعا سويته ما موجود لا بيوتيوب ولا باي مخطط ولا باي شيء. وهاي الطريقه موجوده، انا مخليها الساعه موجوده عندي بالبيت تشتغل على الليثيوم، ومركبها شنت على هاي البطاريات الساعه اللي عندي، صار تقريبا من اكثر من سنه ونزليتها اشحنها. وهاي الساعه اللي قدامكم هسه تشوفون هنا قاعد تمر، وراح اقلبها لكم حتى تشوفون من هاي الجهه هاي حركه الاميال مالتها. هاي الاميال تشتغل ونظاميه واستهلاك ما بيها، واحسن طريقه ان شاء الله تنفعكم. طبقوها مثل ما قلت لكم بالشرح، لا تشيلون من عندها اي جزء. الليد هذا الاثنين فولت هو النوع الصغير اقتصادي اكثر من هذا الثاني، والمكثف هو ينقي التيار. وهاي طريقة تشغيله. نقيس الجهد الداخل على الماكينة من أمام المكثف، ينزل للواحد ونص وينطي نبضة للثنين ويرجع للواحد ونص مثل ما تشوفونه 96 97 ويرجع، بسبب أنه اكو شحن يبقى هنا بالمكثف ويرجع ينطي نبضة. فأفضل عطاء للجهد هو النبضة، هذا ما راح يستهلك الجهد وراح يبقى هواي. اذا تحبون تخرجون 1.5 فولت تضيف 2 مقاومات، المقاومات 100 كيلو اوم و 120 كيلو اوم. مقاومة ال 100 كيلو اوم تربط بمكان الليد هذا اللي موجود هنا، والمقاومة ال 120 تربط هنا بالطرف الخارج، راح تحصل على 1.5 فولت مضبوطة 100%، لكن الجهد مستمر مو نبضة. اذا عندك مثل ساعة الكترونية او غيرها تحب تشغلها على الليثيوم، نفس هاي الطريقة، بس تخلي هنا 100 كيلو اوم مكان الليد، وتخلي فوق المكثف مقاومه 120 كيلو اوم. هاي الطريقه افضل طريقه واحسن طريقه، وهو اسئله سالوني عليها بالتعليقات باكثر الفيديوهات اللي اقدمها. فان شاء الله اكون قد توفقت لكم بشرحها وايصالها لكم. اي سؤال سالوني بالتعليقات ان شاء الله راح اجاوبكم عليه. اما اذا تقولون شلون نشحنها، الشحن مالها يكون خارجي، تطلع البطاريه تاخذها تشحنها اكو شواحن خارجيه وتشحنها، تبقى عندك اكثر من سنه. واذا ما تريد تركب عليها بي ام اس، اي بي ام اس عادي وشاحنه مال موبايل، وتركبها هنا بهذا الشكل وتبقى عندك باي مكان تريد تخليها. والتشغيل مالها ان شاء الله يعني تشغيل جدا مضبوط وناجح وعملي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.